فكيف تثبت مملكته؟ شايفين العالم ينقسم إلى معسكرات، وفي البيت في أحزاب، ونتيجة الأحزاب اللي في البيت بيكون هناك ضحايا فيضيع الاستقرار في البيت، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. عشان كده الانقسام خطر، لازم الإنسان الواعي روحيا يتجنبه، سواء على مستوى البيت، على مستوى الشغل، على مستوى الخدمة. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. يحكى مرة عن مدرس حط على كل دكة للطلبة ورقة مقلوبة، قال لهم ده امتحان مفاجئ وعايزكم تكتبهم ايه اللي انتوا شايفينه. صفحة محطوط فيها نقطة سوداء، مفيش طالب إلا ما كتب عن النقطة السوداء الصغيرة جدا في هذه الصفحة. الناس تركت الجزء الأبيض الكبير في الصفحة، بيسموها نظرية النقطة السوداء. ده اللي بيخلي بعض الأحيان بتوصل الأحداث إلى نقطة اللا عودة. محتملين بعضكم بعضا في المحبة. انقسام البيت، انقسام الخدمة، أسبابها كتيرة. عدم اهتمام الإنسان بكل فرد من أفراد البيت بيخلي البيت ينقسم. مقارنة الآخرين لمن هم في البيت بيخلي البيت ينقسم. عدم ضبط اللسان في البيت بيخلي البيت ينقسم. ده لحظة غضب تجرح كثيرين، وربما لا يكون هناك دواء. كان في موقف لجدعون مع رجال أفرايم، لكن جدعون في سفر القضاة صحاح 8 امتص غضب رجال أفرايم. أليست خصاصة أفرايم خيرا من خطاب أبي عزر؟ نفس الموقف ده حصل مع يفتاح الجلعادي قضاة 12، لكن يفتاح الجلعادي سمع 4 كلمات: نحرق بيتك عليك بنار. اتضايق يفتاح، قتل 42,000 واحد من رجال أفرايم. كل كلمة موتت كم واحد؟ ضبط اللسان مهم جدا. استقرار البيت، استقرار الخدمة، علاج الاكتئاب. تقرأ رسالة بولس الرسول إلى فيليبي. طب علاج الألم؟ الرسالة الأولى لبطرس الرسول 16 مرة ذكرت كلمة ألام، لكن الأجمل 17 مرة ذكرت كلمة أمجاد. الإزاء المعنوي ساعات بنستخدمه في بيوتنا زي الاحتقار، ندي ألقاب ساخرة لأولادنا، الخنوع، الخضوع، الإزدواجية، خلي البيت مش مستقر. استخدام الندية في الكلام، كلمة بكلمة، أنت تتكلم أنا أتكلم. الإهمال يقود البيت إلى عدم الاستقرار. تمرد يعمل انقسام في البيت. سرعة الانفعال يعمل مشاكل في البيت والخدمة. عدم وجود فن الإحساس في البيت. فن الإحساس يعني المقدرة على معرفة مشاعر الآخرين. حس بيه، متضايق، متألم، فرحان، أحس بالآخرين قبل ما يحكم مشكلته. وعلشان الإنسان يكون عنده ذكاء عاطفي لازم يتدرب
على تذوق الكلمات قبل أن تخرج للناس من الفم. Emotional intelligence، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي دي مهارة ويتمتع بها بعض الناس. يتطور الإنسان دون أن يتغير نفس القيم والمبادئ. شركة أوبر أكبر شركة توصيل في العالم تقريبا حاليا، شغلانة بتاعتها أنها توصل ناس من أماكن لأماكن أخرى. تتخيلوا شركة زي شركة أوبر لا تملك أسطول عربيات، بيعتمدوا على حاجة اسمها دروب شيبينج. يعني دروب شيبينج؟ فيعتمد على المورد، يقول له أنا أبعت لك أوردر تشحن أنت من عندك المستهلك. دروب شيبينج. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها من أجل الرب. هناك مشاكل، هناك ضيقات، هناك بيوت محطمة. إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. نسيب كل شيء ربنا. عندما يكون هناك استقرار للبيت هناك تكون نجاة للإنسان.